بلادي يا بعد عمري، بلادي يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري. تخرجت من جامعة عين شمس سنة 1973 وتنقلت بين الدول العربية والدول الأجنبية أيضا، واشتغلت في كل من ليبيا والسعودية كمترجم، واشتغلت في كندا كمدرس للغة الإنجليزية وأيضا مدرس للغة العربية، وقدمت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كمدرس للغة الإنجليزية واللغة العربية في كلية التقنية العليا تابعة لوزارة التعليم العالي. مكثت فيها 4 سنوات، ومن ثم فتحت مؤسسة التواصل للترجمة القانونية. هي احنا مكتب ترجمة قانونية معتمد لدى وزارة العدل، ومكتب له باع طويل في مجال الترجمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتب يعني من حوالي 1996 في المجال. نعم. والمجالات اللي بنشتغل فيها هي الترجمة القانونية بالدرجة الأولى، لكن أيضا في عندنا مجالات أخرى في مجال الترجمة. نقدم من خدماتنا لقطاع واسع من مختلف قطاعات الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني في عندنا نشاط قوي مع قطاع الإعلان في التسويق، في المجالات أيضا البنك المصارف، مجال المصارف ومجال تأسيس الشركات لكم في تأسيس الشركات. لا، هو الحقيقة أنا يعني المكتب مرخص لتأسيس الشركات لكن ما دخلش في المجال هذا. فأنا مركز أكثر شيء على الترجمة، وهذا يعني مشغلنا بما فيه الكفاية الحمد لله. صح. ما شاء الله. قطاعات كثيرة احنا يعني شغلين فيها، في مجال الاقتصاد، في مجال يعني أي شيء بهم رجال الأعمال بالنسبة للترجمة، ترجمة قانونية، ترجمة أكاديمية، ترجمة النصوص النصوص الإعلانية، ترجمة النصوص المالية. يعني ما فيش مجال إلا إحنا يعني في مجال الترجمة إلا بنمارسه، يعني بنمارسه عن كفاءة وجدارة عالية. والله شوف، السوق في دولة الإمارات خاصة في السنوات الأخيرة في أعداد كبيرة من الشركات الترجمة، لكن الحمد لله احنا يعني استطعنا ان نحافظ على سمعتنا الطيبة في السوق لعدة أسباب. أول سبب فيها هي الحفاظ على الجودة والتعامل مع العميل بكل أريحية وشفافية. الجودة أنا دائما يعني لما بوظف مترجم عندي أول شيء بقول له، يعني أول شيء بنصحه فيه إنه الحفاظ على الجودة. وفعلا إحنا حقيقة يعني المترجم بيحدد إذا كان بده يضل معنا ولا بده يمشي أو إحنا بنمشي، اللي هو الـ 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 الجودة، كواليتي كنترول. إذا كان المترجم ما حافظ على كواليتي كنترول ما إله مكان عندنا هون. صح.
الجودة من بنحافظ عليها من خلال خطوات أو مراحل في عملية الترجمة. الدقة يعني لا هو شيء يعني أي نص بيجينا المترجم بترجمه براجعه بحوله لمدقق. المدقق بيدقق اللغة وبيدقق الأسلوب وبيدقق سهولة القراءة ووضوح المعنى. هذا طبعا لما بروح للعميل العميل بيقرأ بشوف إشي يعني واضح وهذا، فبالتالي العميل هو بيكون وسيلة تسويق لنا. ليش؟ لأنه بيشوف إنه يعني إنه ترجمة كويسة وواضحة وما فيش فيها أي مشاكل، وبالتالي بتلاقي بيوصينا أو بوصي علينا مؤسسات أخرى. يعني حصلت معنا إحنا في كثير من المؤسسات سواء خاصة في مجال الترجمة القانونية، بيجيني زبون والله كيف عرفت عنا؟ والله أنا رحت على المكتب الفلاني ووصى فيكم. هذا المكتب الفلاني يعني من 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 العملاء اللي هم راضين عن شغلنا ومبسوطين فيه. كثير من الأحيان بيجيني بيحكي معي أحد الموظفين اللي في المؤسسات اللي إحنا بنتعامل معها، يقول والله أنا مبسوط في شغلكم، يعني ما بكلفنيش وقت. الوقت هذا ما هو هذا له قيمة أكيد. بالنسبة للشركة اللي بيشغل فيها هذا إذا كان بده يقضي وقت طويل في الترجمة أو في مراجعة الترجمة، معناته إحنا كلفنا أعباء مالية زيادة ما كانش مفروض إنه يعملها أو إنه يتحملها، وبالتالي من هون بيجي الرضا، رضا العميل عن الشغل. ما شاء الله. فالمرحلة أو المراحل اللي بتمر فيها النص قبل ما يوصل للعميل هي اللي بتضمن لنا الجودة الممتازة. احنا لما بيجينا شغل بنعمل فيه شيء بسميه يعني جوب أوردر أو أمر عمل. أوكي، أمر عمل بروح للمترجم، المترجم بترجم وبراجع، بيختم على الورقة اللي هو الأمر العمل إنه الرقم الفلاني عمل الترجمة هذه، بروح للمراجع، المراجع بيخلص بيجي بيختم راجع أو تمت المراجعة من قبل فلان. هلا إذا كان في أي يعني اعتراض أو مشكلة أو تعليق سواء كويس حتى أو مش بنجيب الأمر العمل، مين اللي عمل الشغلة هذه؟ طب ليش شو اللي صار؟ وهذا يعني يعتبر حافز للمترجم إنه يتوخى الدقة وما يستعجل. وأيضا المراجع بنعرف مين اللي عمل الشغل ومين اللي عمل كواليتي كنترول أو يعني خلى العمل هذا يمر على إنه جاهز للتوصيل للعميل. هذه بحد ذاتها بتضمن جودة العمل، وأيضا بتنمي عندنا ثقافة بنسميها ثقافة الجودة بين الموظفين، إنه يعني لازم حتى نستمر في العمل ويستمر نجاح المكتب، لازم إنه نحافظ على أعلى مستويات الجودة حتى يظل عندنا العمل متواصل. وبالتالي أيضا الآخرين يعني في التسويق معروف إنه التسويق عن طريق ال باي وورد ماوث، هذه أحسن بكثير من إنك تحط إعلانات في الجرايد أو التويتر أو الأخرى. ليش؟ لأنه في عندك شخص ثقة، روح عند فلان. والله شوف انا يعني ما انا من 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 صغر سني الترجمه كانت هوايه وشغف بالنسبه لي، وبالتالي يعني درست الترجمه حتى لما كنت في الجامعه، كنت
طالب في جامعة عين شمس وطالب أيضا في جامعة الجامعة الأمريكية في القاهرة، بس بدرس الترجمة كمجال أنا يعني حابه. فهذا الشغف، وما فكرش أعمل شيء ثاني غير الترجمة الحقيقة. هيني صار حوالي أكثر من 20 سنة في المجال هون في الترجمة، وما عملش شيء ثاني آخر، يعني ما فكرتش إنه أستثمر في شيء آخر. حلمك وشغفك وحبك. هذا هو ما فيش عندي أشياء آخر، يعني ما عندناش طموحات أخرى غير إنه أطور العمل في الترجمة. وأيضا في الطموح الآخر، مو الواحد يعني بيمارس عملية الترجمة لسن معين، لكن في 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 بدك من يخلفك في المجال. وبالتالي عندنا يعني من أولادي عندهم الميل للترجمة وشغالين في المجال. الله يخليك. وفي أيضا الموظفين اللي صاروا من فترة طويلة أيضا بن 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 يعني بنتمنى أنهم يظلوا كمان ويحملوا رسالة بعد ما يعني الواحد يعني يقرر أنه يرتاح. مهما حاول واحد يتكلم، ما أعتقد لا نفيهم حقهم. ليش؟ لأنه أعطونا بيئة عمل ممتازة قلما تجدها في المنطقة، وقلما تجدها حتى في الدول الأجنبية. ليش؟ لأنه يعني بيعطوك كل الفرص المتاحة حتى تبني وحتى تتقدم، وحتى ما حدش بيقول لك وين انت. شايف؟ يعني في الدول الاخرى بتجد انه الضرائب بترهقك وبتكلفك وبتشتغل يمكن 50% من وقتك للجهات الحكوميه، لكن هون انت ما عندكش اي تكلفه ابدا، الا في الفتره الاخيره لما صار ضريبه القيمه المضافه، وهي انا بعتبرها ضريبه يعني مستحقة. ليش؟ لأنه ضريبة خفيفة يعني. وضريبة خفيفة. نعم. ليش؟ لأنه الخدمات الحكومية ما إلها حد لضمان تقدم ونجاح المستثمر. هلأ الاستقرار المتوفر في هذا البلد قل ما تجده في أي بلد آخر، وهذا طبعا بشجع على الاستثمار، لأنه الاستثمار بدون استقرار لا يمكن يتم. بيقولوا المال جبان، المال جبان اذا كان ما في استقرار. ما عندكش يعني بتفكرش انك يعني تستثمر في هذا البلد. البلد قدم وشيوخ الامارات الله يرعاهم قدموا كل ما يمكن تقديمه لنجاح الاستثمار، ونجاح لان الاستثمار ايضا من نجاح البلد ونجاح يعني الشعب في سواء المقيم او الوافد في هذا البلد. بالتالي يعني لا يسعنا الا ان نشكرهم شكر جزيل الشكر على الجهود المبذوله لدعم المؤسسات الاعمال في هذا البلد.